السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية والصحة متابعينا. اليوم شوفون هذا أبو عبد الله شو بيسوي اليوم. اليوم بداية الشتاء إن شاء الله، هالأسبوع هذا بدأ الشتاء، نحس إن الحرارة نزلت تحت الثلاثين الظهر، هذه الساعة 2 أو 1 في الليل، لا 27 25 في مدينة أبوظبي. فاليوم ناوي نسوي مندي دجاج بالتنور. فتشوفوا الطريقة، جزاكم الله خير متابعينا، طريقة بسيطة. طبعا هذا الفحم طلعته من داخل متابعيني، وهذا التنور. تقولون ليش ما تحفر له حفرة وتنزله في الأرض؟ الأرض مسافة أقل من متر يطلع ماي مالح بحر. فهني منطقة محمد بن زايد، هذه الميزة فيها السيئة، الأرض هاي ميزة الأرض السيئة، يومي مطر هني هذا ينترس ماي، يروح يتم أسبوع الماي 5 أيام لما ينشف. فعشان كذي سويت التنور هذا بطريقة اللي هي درام عادي ينباع 20-30 درهم، ممكن تحصله برا طايح أي شركة. وسويت درام ثاني تفصيل، هذا الدرام الثاني أقل 10 سنتي أصغر من الدرام الرئيسي، وارتفاعه أصغر من ارتفاع الدرام الرئيسي ب20 سنتي، 25 سنتي أصغر. فحط الدرام في الدرام، وتحته في طبقة رمل 15 سنتي، وهذا طبقة رمل 15 إلى 10 سنتي. فشو الميزة؟ الميزة إنه يوم نسكر عليه بالغطاء، وهذاك الشرباك سويته، نسكر عليه بالغطاء ونحط، بنرويكم طبعا، نحط نسكر عليه يتم يحتفظ في الحرارة. اللي حابب الطريقة هذه ما عنده حوش وما عنده مكان حيز في البيت، ممكن في البلكونة يسويه، أي بلكونة بيتهم فوق السطح ممكن تسويه، تجيب الدرام هذا. كيف تركب الدرام؟ درام عادي، وتشل الرمل معاك شوي شوي رمل وتحطه بالطريقة هذه بس، وهذاك بيكم داخل وتسكر عليه. طبعا دائما اعتني في الدرام علشان ما يصدي. هاي تسكيرته هاي خلاص. وهني ندفنه، بدال لا تدفنه وتشيل رمل، لا تحط قطعة قماش قطنية وتحط الرمل فوقه، وإن شاء الله بتشوفون الطريقة وتعجبكم. تابعوا ويانا. طبعا هذا السلندر الغاز، وهذا الشاخوف نسميه بطر الشاخوف بالطريقة هذه، دير بالك بابو دير بالك. بس 10 دقائق وبننزل الحطب في التنور. وهذا الفحم ما بنرد في التنور لأننا نبغي نستفيد منه حق البخور، ولا كذا فحمه حق البخور. وهذه خل نرويكم شوي، جزاكم الله خير، وكلمة ما شاء الله مذكورة على لسانكم متابعينا. هذا بيتي الحمد لله، هذا الحطب أي ضوء بولعها على طول أشيل حطبة من هذه وأسويها. وهذه الدورفة نسميها ناس دورفانة نرجيحة، بنفسي أنا سويتها، طريقة سويتها جميلة. طبعا سويتها أكثر من 2 سنين قبل لا أسوي القناة، قوية جدا جدا جدا. بس هذه القطعة أنا شريتها وركبتها بالطريقة هذه. اللي عجبت إن الدورفانة ممكن نسوي عليها السحب طالع مركب. السحب ماشي. اليوم إن شاء الله بيكون هني جلستنا وكلنا، وهذه الدورفانة بعد ما شاء الله، هاي دورفة من التراث،
التراث الشعبي، الحبال والرجيحة. إن شاء الله تزورونا متابعينا، تستمتعون في الجلسة ويانا. وهاي حديقتنا الجميلة، طبعا هناك بخلينا الضوء بروحه ما في خوف. حديقتنا وهذا مشمومنا وهذا اللومي، لومي اللومي ما شاء الله، وهذا لومي بعد بانجان، وهاي قفص الدياي هم بننزل لكم اياه في نفس الفيلم هذا كيف صنعت القفص هذا. كانوا الحمام ويا الدياي، لكن الدياي ما ينقدر عنهم عليهم، فأذوا الحمام يبناهم على صوب. هاي القفص بعد هم أنا سويته ما شاء الله. فمتابعيني ما شاء الله، هذا القفص سنة 2022 خططت أني أسوي قفص مساحته 4 متر في 4 متر، فالحمد لله أنجزته مع العامل الأثيوبي. طبعا هو يساعدني يمسك لي، طبعا هو ما عنده الخبرة الكافية بس إنه يساعدني في أمور عديدة، الإيد الوحدة ما تصفق. فالحمد لله بديت القفص وسويته خلال 3 أيام إلى 4 أيام أنجزت القفص، ومساحته 4 متر في 4 متر، وحطينا فيه الأرانب، الحمام، الدياي. بس صارت إشكالية، الدياي ما يتجانس مع الأرانب ولا مع الحمام، يبغى يكون بروحك. رغم أنه حطيت تقريبا 10 ديايات و3 دياتشة، لكن صارت قصة. كنا من رقاد ما نرقد الليل، إلا الديتش ضرب هذا إلا بطعينه. الديتش في ريلة شوكة قوية، فقالوا لي الناس اللي عندهم يربون الدياي والدياتش، قالوا لي اذبح ديتشين وخل ديتش واحد. قلت 10 ديايات؟ قال نعم، خل ديتش واحد. فذبحت الديتش ديتشين وخليت دياي واحد. والله كان الانتاج وفير، كان من البيض، استغنينا من البيض من الدكان ما شاء الله، ما ناخذ بيض. فكان جميل جميل ما شاء الله. هذه اللحظات الجميلة متابعينا، يوم ننقل الأرانب، ننقلهم طبعا. هذه المسكة، مسكة الأرنب، تريح الأرنب من أذنه، الأرنب يرتاح. يلا يا أرنب، صول وجول في القفص هذا 4 متر في 4 على ارتفاع 2.5 متر. ننقل الأرانب، ننقل الأرانب ما شاء الله. شوف الأرنب هذا، يلا يا أرنوب، إيش حال الأرنب هذا؟ من اليوع شوف وين بيروح، بشو بياكل. شوفوا شوفوا عينكم 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 عينكم، الأرنب وين بيروح. يلا يا ديتشو، أنت بعد وراهم. ديتش غبر هذا خلاص في بطننا هالديتش هذا. يلا يا دياية، استمتعي استمتعي في القفص الكبير هذا. شوف 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 أرنوب، فلفل فلفل حار قاعد ياكله. هاي شجر الفلفل الأرنب، شوف 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 قاعد ياكل ياكل فلفل، بيحترق بتحترق. اي
اي والله. يلا نسيبكم نخليكم متابعينا، استمتعوا. هاي اكل ورق التوت، هاي التوت نقلناها برا لكن سبحان الله ما عاشت ماتت، فبنجيب شجرة توت ثانية. متابعينا نرويكم حمامنا عشان ما يزعل. هاي البيضة نسوي بيض هني ما شاء الله، لا تزعلين ها المتابعين بيشوفونك. وهذه تحت هني نسوي صفصوف صوص ما شاء الله. هذا وهذاك بيض، ذاك عنده بيض، ريشي بفوطة، هاي يسمي بفوطة ولا بوتاج، حمام بوتاج. هذا حمام بوتاج، ما أدراك ثنتين من الزوجات الحين اللي في اللي في اللي في القفص. يلا أبو عبود روح حق جدرك، روح حق ضوك، نرويكم شوية أجزاء من حديقتنا. هذا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا لومي، لومي الأصفر الكبير. طلع كم لومية الحين، وين هذا لومي الأصفر الكبير؟ هذا لومي، هذا التين، شجر التين. طبعا ما عندي خبرة متابعينا متى التين متى موسم التين، بس الحمد لله. وهذا ليمون جراس اللي يحطونه في الشاي، في الطبخة السيفود الأسماك. هم اللي يبغي بنقص له واحدة من هذه بنوصلها اللي عنده. وهاي الترينينج الليمون الكبار، وهذه هم تين ما شاء الله. وهذه شجرتنا الهمبة ما شاء الله، طلعت ان شاء الله ناخذ من ثمرها وتاكلون بعد انتم من ثمرها ان شاء الله. ما شاء الله كركديه يا كركديه. وهذه شجر الزينه عشان يسكر على المكان، تصير جلسه هني عشان تصير جلسه بالطريقه. الخدامه عجبتنها سويت لها جلسه جميله. هذاك المطبخ خارجي ما شاء الله ما شاء الله. خلينا نروح حق الضوء مستوعب. هاي همبا بعد، همبا ملقح هذا. وهذه رمانة يا رمانة ما شاء الله عليها، تحمل على مدار السنة مرة مرتين ثلاث مرات في السنة ما شاء الله. وين الرمان؟ هاي الرمان ما نهتم فيه، ما نهتم في الرمان ولا كان هذا. شوفوا ما شاء الله يعطيكم العافية. نروح لجدرنا، هاي حطبنا زين. سيارة هاي صار الإعصار اللي قبل 5-6 سنين، فشريناه من سيارة كاملة. هلا حطب التواير، اللي يبي يعرف قصة التواير هذه والتواير هذيك يسألني وفال طيب بخبرش قصة التواير. يلا يا أبو عبود حطبك ولع 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 ما شاء الله. قام الهواء، قام الهواء، قام الهواء يا ابو عبد الله.
يا ابو عبد الله سنيارنا العالي وتوكل بالله، ضيوفنا اليوم ان شاء الله اخلص اموري ويشرفونا، وساعة بس والنشاب ان شاء الله. الحين حول الساعة 6:30، ليه 7:30؟ علشان احط الحطب الدرام يحر، يكتسب حرارة اقل شيء ساعة، وبعدين سكر عليه عاد. يمكن الدياي زعل، متابعين يزعلوا وقال يعني شو معناه تصور الحمام ما تصور الدياي؟ فهذا الدياي. ها آه. لا تفشلونا، اديش لا لا يصقع، لا تصقع ما شاء الله. هاي دياينا، وهاي هناك يرك على البيض، في عنده بيض، هاي بيض الدياي ما شاء الله. يقول لا تجيس البيض، لازم نعدل لهم القفص. يلا الباب تبطل زين ما طلعوا. يلا سوي لهم بعد ليت نوم. ايش عندك ديتشو؟ حلو التقاعد وياها هالدياي. نسينا المفتاح داخل، نسينا القفل داخل. مش قفل، الله يخليكم، هذا القفل، هاي الحطبة، نحط قفل نسكر نبطل شغلة. هاي انكسر الحلقة، انكسرت وما عدلناها. قام الخدامات بدل يعطون أكل حطونا هاي بالطريقة هاي وخلاص. هذا أبو عبود يا شيخ الزين، الدرام ما حصل هواء، سوينا له هذه الطريقة علشان الهواء يضرب ويروح داخل. وهذا الفحم ولع ما شاء الله، ليش؟ لأنه جاهز اوريدي، كان حطب استوى فحم فعلى طول ولع، بنحطه داخل وياه. نبغي نحمس بصل في الجدر هاي اللي بنحطه في التنور، شوية حمسة بصل 4 بس مبزود، مع شوية ثوم وفلفل. البطاط بيكون برع على الشبك والخيار والجزر. متابعينا سوينا البصل، حمسناه ليش؟ على الأقل العيش ما يصير أبيض أبيض، على الأقل فيه حميس. حطي قفشة ثوم، بس هي حطت راسين ثوم بس، ما نبغى راس قفشة. يبي الفلفل بارد، يبي الفلفل بارد، فلفل بارد. حطي الطماط فوقه. يلا 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 يلا، هذه بيكون فوق هناك. ايوه يلا. وبهارات طبعا ما بنسوي ذاك الزود بهارات. يا متابعينا 4 قواطي عيش بنحط قفشة بهار. حطي قفشة. ايوه، وحطي ملح 4 سريع. 1 الله، 1 2 3 4 بس. يلا بس. جدر هاي قديم عمره 20 سنة، ما يدش في التنور الا هذا. بس هذه خلطتنا للعيش. يلا بابا، شو يقولون بند عليه. كزبرة عنده؟ ايش حطي كزبرة مرة شوية مرة بس خلاص. استوى مكبوس. هو مدفوس، بس بندي الشولة، بندي بابا، بندي الشولة خلاص. هذا كشنتنا اللي عليها الكلام بس. هذا خوام، بندنا الشولة، حين العيش، دور العيش. حطي العيش، حطي بابا. ايوه
عدال عدال أستا 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 ولا حبة تم. إذا حبة تمت يا ويلك بنزيد معاشك ما بنجلله. هاي يلا. أيوة والله طالع على أربابك، طالع على أربابك صراحة. يلا جيبي الماي. كم؟ خمسة ماي، خمسة أربع عيش. هو متابعينا هذا الكلام اللي بنبي نوصل. ناكل عيش أبيض، ناكل عيش شوي في كلر في لون. حطي ماي. كم ماي؟ أربعة. حطي أربعة. يلا تابعينا هذا القوام اللي بنوصل له. أربعة عيش، حطينا خمس ماي بس، ما يعلي وايد بس خلاص بابا. وهاي متابعينا خلص الساعة ونص، ساعة ونص لما الفحم والحطب دام. ليش نخلي النسم هذا؟ علشان الدرام يحتر، حرارته خلاص حرارتني حار، رغم انه في 10 سنتي لكن خذ حرارته كاملة. دور الدياي. يلا حط الجدر تحتني بابا. يلا هاتي الدياي فوق، بطلي الدياي. هذا قلبه نايس ما يصدي. ليش ما يصدي؟ لأن قلبه نايس وغسلناه دائما، كل ما نخلص نغسله الشرباك هذا. حطي الدياي، حطي عدل بابا، حطي عدل. يلا جيبي 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 جيبي. يلا يلا فوق بعض علشان ينزل ماي الدياي، نبغي فوق بعض ماي الدياي ينزل في الجدر. ايوه بالطريقه هذه تابعين الدياي ينزل على ماي ماله، والبهارات ينزل في الجدر ايضا. يلا بسم الله يا ودي بابا. وهذا بطاطنا وبصلنا، حطي فوق هني هني. ايوه يلا يلا تحت حطي، بس حطي البطاطا. ايوه يلا روحي بعيد سوري بابا يحط داخل. وما عندنا المفروض شرشف قطن، شرشف قطن مش نايلون، لكن ما يخالف هذا بنكبس الرمل عشان يسكر، ونحسب له ساعة، نحسب له متابعينا ساعة. ليش حطينا هذه؟ علشان بندي بابا. لا لا انا جبت ايش بندي. شوفوا متابعينا سكرنا عليه بالرمل علشان بعدين نبن بنشيله خلاص، نرفع كذي يرفع معانا الرمل علشان شو الهواء الفحم. خمس دقائق عشر دقائق الفحم يموت، يبقى مثل ما هو عليه، تقدر تستفيد فيما بعد وما يحترق الدياي او التم. الحرارة مكبودة داخل في الدرام هذا، مجرد ما تشوف دخان لازم تعطيه رمل او تعطيه شويه ماي في الجوانب. نشوفكم بعد 50 دقيقه ساعه.
بندق. دش راشد دش هناك ها؟ نتغشمر ولا ما نتغشمر؟ فاخر من الاخر ما في غشمر ها؟ ابدا تغشمرنا يوم كنا صغار الحين ما في الحين ما نتغشمر الحين جد والجد الله الله عليه الله عليه الله بسم الله بسم الله يلا دش صورة 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 ايش يا سلام سلم تقول بتشله ايوه يلا ما شاء الله يلا روحي روحي ودي الجدر خل فوزية يشيل الدياي يلا انشبي انشبي ايوه ما شاء الله سوي هالشكل هني 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 ايوه حطي يلا نثري روي روي المشاهدين وروي المتابعين النثري اعطيني 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 هاي شغلي هذا هذا هاي النثري هذا شفتي ما شاء الله هذا هذا الطبخة هاي الحشوة ما شاء الله واو ها واو حلوة شلون حلو أكيد تقول حلو تقول ها حلو حلو بيبي شيل دياي بيبي بيبي يودي يودي بيدش يودي حطي حطي أيوة بيبي دياي ما ببند متابعين ما ببند ما ببند يلا ما ببند ما ببند حطي حطي البطاطا هي بدي اياي بعد بعد هاتي دياي ايوه هي بالبطاط هي بالجزر ايوه يلا حطي الفلفل حطي البصل شوفوا شوفوا متابعيني غذوا عينكم غذوا عينكم يلا سكري عليه سكري عليه هاي بالعافية عليكم هاي واحد انتم تغدوا سكري عليه تعشوا واحنا واحد يلا بسم الله وهاي طبختنا جاهزة بطل كابتن صالح جزاك الله خير ما شاء الله هذه يلا امسك كذي خلينا نشب المرة ونروي المتابعين مكابنا وأكلتنا طبعاً أبو حبود يحب الورش 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 هذه حلو وهاي البطاطا وهاي الزيرة بس خلنا ندوق الحين فوق الدخوس وسقنا إن شاء الله ذايب ذايب شوف 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 شوفون شوفون الدياية مرة ساعة ساعة محمد محمد مرة ما يستحي خنذوق ونخبر المتابعين أح أح دش وياي صالح مول في حلجي يلا بسم الله خل نشغل الحاسيس جربوها وبتنجحون وعلينا وعليكم العافية يلا شكرا متابعينا ويعطيكم العافية ونأسف على الإطالة وإن شاء الله عجبكم الفيديو وهذه طبختنا بداية فصل الشتاء عندنا في الإمارات والتحديد في أبو ظبي 2023 اليوم تاريخ 17/11 فإن شاء الله عجبتكم الطبخة ولا تنسونا في المتابعة والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وإرسال القناة لأهلكم وقرايبكم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتابعونا فإن شاء الله هالشتاء بيكون غير عن كل شتاء